عنوان الثاني من lecture number 8 اللي هو applying anti-embolism stopping تطبيق الجوارب المطاطية للمريض. الانتيمبوليزم ستوكينج اللي هي عبارة عن زي ما حكيت لكم الجوارب المطاطية، نستخدمها في بعض الحالات المعينة، ما نستخدمها مع كل المرضى، مرضى معينين حسب الدكتور اوردر اللي بوصف لهم اياه، بوصف لهم الجوارب المطاطية. استخدام الجوارب المطاطية قد يكون انه هو هم بيستخدم الجوارب المطاطية من قبل ما يدخل للعملية، يعني عنده مشكلة في الاوردة، في اوردة الخدمين من قبل وبيستخدم الجوارب المطاطية. قد يكون انه هو ما عنده مشكلة وانا راح اعمل له استخدم له الجوارب المطاطية كبروفيلاكتيك يعني كوقاية، تمام؟ في الحالتين هذولا ان استخدام الجوارب المطاطية بدي اعرف انه انا المريض في هاي الحالة بيكون اما انه عرضة لديب فين ثرومبوسيس او هو اوريدي عنده ديب فين ثرومبوسيس دوالي القدمين، تمام؟ فزي ما حكينا يوز للبيشنت ات ريسك deep vein thrombosis or pulmonary embolism on help prevent الفليبايتس، تمام؟ بالانتي امبوليزم ستاكينج بدي اياكم تعرفوا انه هي عبارة عن جوارب مطاطية وفيها خاصية المرونة، يعني زي كيف قماش زي قماش المشد، فهي نفس قماش المشد بتشد الرجل وبتمسك الرجل وبتدعم الأوردة، تمام؟ فهي elastic material and available إما عن knee thigh or thigh high length. زي ما واضح في الصورة عنا في أكثر من مقاس للجوارب المطاطية. في إما عندكم بيكون على مقاس الركبة، مقاس الركبة يعني لما أوصل لمقاس الركبة، الركبة ما لازم تدخل جوا الجوارب المطاطية، يعني لازم تكون تحتيها. إذا كان على مستوى الثاي لازم أدخل لا أعلى الفخذ، وعندنا الصور بتوضح هذا الإشي، تمام. الأنتي إمبوليزم ستوكينج آلية عملها بدي أحكي لكم عنها بالبداية قبل ما ندخل فيها. في مرضى اللي معهم دوالي أو معاهم مشكلة بالشرايين بالأوردة بيكون عندهم المرونة في الوريد نفسه عالية، فالوريد متوسع زيادة. لما يتوسع الوريد في زيادة بصير عندنا خلل كمان في مين؟ في الفالف الموجودة جوا الوريد، رح يصير عندنا هون بلاد ستيسز في الرجلين. رح تلاقي هذا المريض الأوردة تبعته كتير واضحة مرسومة رسم، رح نلاقي عنده تنفخ في أسفل القدمين. كل هذا الاشي بيأثر على الفينوس ريتيرن اللي هي عملية رجوع الدم من القدمين الى الرجلين، رح تكون اقل لانه الوريد متوسع زيادة عن اللزوم ونفسها الفالف فيها خلل، فما رح تأدي الوظيفة بالشكل السليم، تمام. كيف بدنا نعالج هذا الموضوع؟ عن طريق حكينا ان نلبس المريض الانتي امبوليزم ستوكينج اللي هي نوع معين من الجوارب، الها خاصية الشد. لما بلبسها المريض رح تشد على قدم المريض كاملة ورح تعمل دعم للفين نفسه انه ينشد شوي، وبنفس الوقت دعم لمين؟ للفينوس فالف. بالمقابل رح تحسن عندي انا الفينوس ريتيرن، رجوع الدم الى القلب بشكل افضل، وتقلل من انه يدخل وتقلل من عرضة ظهور هاي الاوردة وتعرض المريض للجلطات، تمام. فالانتي امبوليزم ستوكينج وظيفتها انكريز الفيلوسيتي للبلد فلو ان ذا سوبرفيشال اند ديب فينوس اند امبروف الفينوس فالف، زي ما حكينا بتحسن من وظيفه الصمامات الموجوده في الوريد، فانكشن ان ذا ليجز بروموت الفينوس ريتيرن، بتحسن نفس الشيء الفينوس ريتيرن للهارت، عمليه رجوع الدم للقلب بصير بشكل افضل، فما بصير في عندي انا دم راكد وبترشح منه السوائل اللي بعمل للمريض يدينا، تمام. هلا النقطة الثانية بدي احطها كمان بعين الاعتبار لما بدي احضر المريض اني انا البس له الستوكينج، تمام، الجوارب المطاطية هذه. لازم انا المريض ممنوع اللي هي راح ابلشها في الصباح الباكر قبل ما ينزل المريض من السرير، يعني المريض بصحى من النوم بيضل على وضعية السوباين بوزيشن نايم على ظهره وبيلبس الإلاستينج ستوكينج، بعديها بيصحى من السرير. ممنوع نشتغلها بالعكس، يعني يصحى المريض
ينزل رجليه، يقعد بوضعية الجلوس غير مسموح، ما بقدر ألبسها لأنها بتفقد من فعاليتها. أنا بدي أتأكد إنه مستوى الدم بالجسم شغال صح، تمام؟ الدم ماشي على مستوى واحد، لسه ما بلشش يصير تجمع ركود للدم. إذا كان البيشنت صار سيتينج أو صحي من السرير تبعه، كيف أنا بدي أحل هاي المشكلة؟ راح أحكي للمريض إنه ينام على ظهره مرة أخرى ويرفع قدميه للأعلى لمدة 15 مينت، تمام؟ Patient lie down with leg and feet elevated for at least 15 minutes before applying the stocking. Otherwise, إيش راح يصير؟ The leg vessels are congested with blood، اللي هي الأوردة راح تصير محتقنة في الدم، راح يقلل لي من فعاليتها، reducing the effectiveness of stocking. الإكوبمنت اللي أنا بحتاجهم إلاستيك أنتي أمبريزم ستوكينج، ولازم آخذ بعين الاعتبار إني أنا راح أحتاج correct size، حجم معين. يعني لما أروح أشتري أنا للمريض أو أطلب من المريض، بدي أخذ مقاس اللي هو الرجل من القدم لحد الركبة حسب المسافة تبعتها، وراح أخذ محيط القدم، محيط الرجل نفسها، محيط الفخذ إذا كان لطول الفخذ، فالميجرينج تاب أنا راح أستخدمه عشان أخذ المقاس اللي أنا الصحيح والمناسب والملائم للمريض. تالكوم باودر أوبشنال، سكين كلينسر، بيزن تاول. في حال انا كنت بدي انا اعمل تنظيف لرجلين المريض قبل ما البس الستوكينج، نون ستيرال جلوفز والبي بي اي از انكريتد. بالبدايه نبدا في الامبلمنتيشن، هاي المهاره جدا سهله، ما بتاخد كتير جهد، زي كأننا بنلبس الجرابين العادية، لكن هاي زي ما حكيت لكم الجرابات شوي راح تكون شادة، فإلها طريقة معينة تسهل عملية تلبيسها. راح نبدأ بالبريبريشن كأي بروسيجر، لازم أشيك على الميديكال أوردر، ولما أنا بدي أتأكد من الميديكال أوردر راح يكون مكتوب لي في الميديكال أوردر المسافة تبعت الإلاستينج ستوكينج، اللينك تبعها يعني لمستوى الركبة ولا لمستوى الفخذ، وإذا في أي أدوية لازم أعطيها للمريض قبل ما أشتغل عليها، أي دكتور أوردر راح أنفذه خلال هاي المهارة. بيرفورم هاند هايجين، بربط البي بي اي اند بريبير يور اكويبمنت، حكيناهم سابقا. راح اروح عند المريض، ايدنتيفاي ذا بيشنت، اكسبلين وات يو ار جوينج تو دو، كثير مهمه، والراشونال ليش انا بدي اركب للمريض الاستينج ستوكينج. كلوز الكيرانتير اراوند البيشنت عشان احقق البرايفسي، ادجست البيد للكومفورتبل وركينج الك، وراح اشيل انا مين السايد ريل، تمام. الصورة هاي بتوضح لكم اللي هي كيف راح استخدم التاب، ميجرينج تاب عشان اخدها. زي ما احنا شايفين في الصورة الاولى بعطيني محيط القدم، الصورة الثانية محيط الفخذ، في الصورة رقم ثلاثة من جهة اليسار اللي هي طول من القدم من اسفل القدم لحد الركبة، والصورة رقم اربعة بتفرجيني كيف لو كنت بدي اخده لمستوى الفخذ، تمام. نكمل. بدي انا هلا زي ما حكينا لازم يكون المريض على السوباين بوزيشن، اذا البيشنت كان سيتينج او ووكينج بدي ارجعه على السوباين بوزيشن with leg and feet elevated for at least 15 minutes before applying stocking، تمام. هلا انا بدي اشتغل مع رجل رجل، ما راح اشتغل رجلتين بنفس الوقت، راح اشتغل مع اليمين راح اشتغل مع اليسار، فانا راح اعمل اكسبوز لوج وان تايم وان ات تايم، يعني راح اعرف اكشف عن الرجل اللي راح اشتغل فيها. اذا كانت بحاجه الرجل لتنظيف بنظفها ووتش، وبعمل لها جود دراينس كثير مهمه، بدي استخدم الباودر اذا ما كان في عند المريض اي حساسيه، unless patient has breathing problem, dry skin or sensitivity to powder، تمام. If skin is dry maybe can I use lotion، ما في مشكلة. الباودر واللوشن are not recommended by some manufacturer، هاي النقطة كتير مهمة، في بعض الشركات المصنعة للجوارب المطاطية مش مسموح نستخدم معاهم لا اللوشن ولا التاركوم باودر، فانا راح اشيك دائما قبل ما اعمل هاي الاشياء على المانيفاكتشر سبيسيفيكيشن. رقم 8، هلا انا راح اشتغل مع المريض في رجله، تمام، وين المكان المناسب اوقف فيه اللي هي stand at the foot of the bed،
اللي هي عند قدم السرير، بدي احط اشتغل بدي افرجيكم شغله. بدي اتخيل حالك انت ماسك جرابين، بدي امسك الجرابين بشكل مقلوب، يعني انا اخلي الجهه المقلوبه من الجرابين هي المكشوفه علي، تمام. بدي اتني هاي الجهه المقلوبه من الجرابين ادخلها جوا ايدي، جوا ايدي، تمام. وبالمقابل انا لما ادخلها جوا ايدي راح اروح على رجل المريض، امسك رجل المريض واعكس الجوارب، تمام، اعكسها. هون شو بحكي لك؟ place hand inside the stocking and grasp heel area securely. بدي امسك الجوارب بداخل ايدي وامسكهم بشكل محكم من جهة مين؟ الكعب، تمام. turn stocking inside out to heel area. بدي امسكهم بشكل مقلوب leaving the foot inside the stocking leg. بعدين بدخلهم جوا رجل المريض، تمام، زي ما كان واضح عندنا في الصورة السابقة. رقم 9، زي ما انا صرت ملبسه للمريض، صار المقلوب اللي كان مكشوف عندي داخل جوا قدم المريض، راح يصير هلا ايز ذا ستوكينج فوت اوفر ذا فوت اند ذا هيل. بدي اكمل تلبيسها لاوصل لمنطقة الهيل. بدي احط في عين الاعتبار انه هم هدول، بدي احط منطقة الهيل في منطقة الهيل نفسها، يعني المنطقة المصممة في الجوارب المطاطية للكعب بدي احطها في كعب المريض بشكل ملائم عشان احصل على فعالية وجودها، تمام. centered in the heel pocket of sling. في نقطة رقم 10 بكمل انا use the finger and the thumb carefully، وبدي امسك الاطراف، ما بدي اياها تكون متنية لانها لو انتنت زي ما حكينا بنفقد فعاليتها وراح تصير مؤذية للمريض وبتعمل له painful. grasp the edge of stocking واسحب pull it up smoothly over ankle and the calf toward the knee. واضح عنا بصورة. هلأ pull forward slightly on toy section if the stocking has a toy window. شفتوا الصورة السابقة كان فيها toy window اللي هي فتحة الأصابع، إذا كان موجود فتحة الأصابع بدي أعدلها، إذا كان مش موجود راح أضبطهم بشكل إنه يكون مكان الأصابع في موجودة أصابع رجل موجودة في المكان المخصص للأصابع، ومكان المخصص الكعب موجود فيه الكعب، تمام. adjust if necessary to ensure the material is smooth. If stocking are knee length, make sure the edge stop stocking top is 1-2 inches below the patella. يعني هاي النقطة جدا جدا مهمة، إذا كانت على مستوى الركبة ممنوع تغطي الركبة أقل من الركبة بواحد لاتنين إنشز بس، ماشي، يعني راح ألبس الجوارب المطاطية بأقل من واحد لاتنين إنشز من الركبة. إذا كانت على الثاي لينك continue the application flex the patient leg stretch the stocking over. بكمل pull the stocking over the thigh until the top is من 1 to 3 inches below the gluteal vault اللي هي منطقة بداية تنية الرجل، تمام. adjust the stocking as necessary to distribute the fabric evenly. make sure the stocking does not roll down. يعني مش ساحلة ولا متنية، ملفوفة ملفوفة غلط، أنا بدي إياها زي ما هي باستقامة واحدة، تمام. remove the equipment, return the patient to the position, comfortable position, remove your gloves. بدك ترفع السايد ريلز ولور للبيد للبيد للمريض. remove any other PPE if used, perform hand hygiene. راح اعمل documentation انه انا جبنا الانتي بوليزم ستوكينج المناسب للمريض حسب الدكتور اوردر، وتم اعطاء المريض الانستراكشن عن طريق تلبيسها، لانه راح يكون المخصص يعني في لاحقا راح يصير المريض هو يعملها ويلبسها. شكرا.